السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نتكلموا على بن عمري، وين مخطط لإطاحة بالمدافع الجزائري النجم جمال بن عمري، جمال الدين بن عمري. وانكشف تقارير إعلامي أن نادي ليون الفرنسي يرغب بشدة التعاقد مع مدافع نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، الأمر الذي اعتبره بعض مخطط لبقاء المدافع الجزائري جمال الدين بن عمري على مقعد البدلاء والقضاء على فرصته في اللعب أساسي. ويرى البعض الفنيون أن مدافع الخضر جمال الدين بن عمري يعد خيار الرابع من مخططات المدرب غارسيا بعد الوضعية التي بات يعيشها منذ انتقاله إلى نادي ليون الفرنسي. أكبر غلطة دارها، دار غلطة كبيرة، دار غلطة كبيرة، غلطة كاع مكاش كاع. أقولكم باه الناس هذوك اللي كانوا يقلوا له، الناس اللي كانوا يقلوا في الفيسبوك في اليوتيوب ويعايروا، تهدر تهدر تقول نهار تقول هذا الانتقال انتقال في صالح جمال بن عمري ولا في صالح ليون. انا تبان لي انتقال كان في صالح ليون، ما كانش في صالح بن عمري. انا هكا تبان لي، خاطش علاه جابوه باش يدوروه ويعاودوا يبيعوه ويبيعوه بالسومه. خاطش جاب قاعك واعطوه جا. هذه الغلطه كي دايره، هذه هي الغلطه، هذه الغلطه اللي نهضروا عليها. وين يفضل المدرب التقني غارسيا الاعتماد في محور الدفاع على البرازيلي والإبواري والبلجيكي جينسون، وسيكون مدافع الخضر الخيار الخامس لمدرب ليون في حال استقدام مدافع الدولي الفرنسي، نظرا لأنه يشغل منصب ذاته الذي ينشط فيه اللاعب الجزائري جمال الدين بن عمري. وتبقى حظوظ المحارب الصحراء قائمة في الظف بفرصة اللعب مع نادي ليون مستقبلا، خاصة في ظل أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي جوفنتوس مصر هو الآخر على ضم هذا اللعاب الدولي الفرنسي من برشلونة. بصح قايلوا هذاك يروح، هذاك مكاش وما راش يلعب، كيروح ولا ما يروحش من بعد كان والو. وين شارك المدافع المنتخب الوطني الجزائري في مباراة واحدة منذ التحاقه بالنادي الفرنسي أولمبيك ليون، بعدما دخل بديل في الدقيقة 52 خلال مباراة ليل ضمن الجولة التاسعة من الدور الفرنسي لكرة القدم. وشاهدنا دخوله وانقلب لاعب المنتخب الجزائري منصات التواصل الاجتماعي رأس على عقب بعد أدائه المتميز في تلك المواجهة، حيث أجمع غالبية الناشطين أن المستوى بن عمري باقى ثابت رغم غيابه عن المنافسة لفترة طويلة بعد أزمته مع ناديه السابق الشباب السعودي. ونال بن عمري علامة كاملة في لقاء ليل من قبل بعض المحللين في قنوات رياضية فرنسية، رغم أن دخوله كان بديل ولعب قرابة 38 دقيقة. ويأمل أنصار المنتخب الوطني الجزائري والناخب جمال بالماضي في افتكاك مكانة أساسية رفقة ناديه نظرا لوزنه الكبير في كتيبة محاربين الصحراء. نقولوا كيما هكا بالصح، حنا ماذا بأن ماذا بيا السيمانة الجاية نصيبو يلعب السفلى لحد وقيلا يلعبو، ماذا بينا بالصح رانا نشوفو بلي ما يلعبش، راهم دايرين له برا، حاطين عليه برا. هي لا كاش المدرب شاف فيه يبغي يلعبه، ونشوفوا الوزن تاع النادي اللي غادي يلقاه. هي قادر السيمانه اللي فاتت، السيمانه هذه كان قادر نهار الحد كان قادر يديره من 70 دقيقه 20 دقيقه يلعبها نورمال، خاطش علاه هما في 60 دقيقه كانوا كتلوا البارتيه، ليون كتلت البارتيه في 60 دقيقه، كان قادر من 70 دقيقه يديره يلعب. والله لا قرات لها نفس، قلت انا يا صايكي مركاو الثالث بين غادي نشوفوا بن عمري راه في شحال ما لعبش. بصح الله غالبك تشوف كيفاش، وين دخل ديفونسير
في المنصب تاع بن عمري وما دخلش بن عمري. كاين لي كونتاكت من السعوديه بن عمري ماذا بينا يروح ما يقعدش دروك ما بقاش بنا. عرفت شو كيفاش دروك نتايا يشوفوا فيك ديفونسير يحوسوا يجيبوا ديفونسير في المنصب هذاك في المنصب هذاك يحوسوا يجيبوا. كاين ذاك البريزيليا كاين ذاك تاع الكوت ديفوار وربي يجيبوا ذاك الفرنسي هذاك ربعه تما بن ناصر يقعد خيار خامس. قلت لك بن ناصر بن عمري يقعد خيار خامس. هذه مشي في صالح المنتخب الوطني الجزائري. انا نشوفها باللي مشي صالح منتخب الوطني الجزائري هكا رانا نشوف فيها احنا ما تساعدش المنتخب الوطني الجزائري ما هي سهله والله ما راهي سهله على بالك لعاب ما يلعب لا شيء دير حسابك لعب 38 دقيقة راه فايت عام لاعب 38 دقيقة هذا خلينا مع المنتخب الوطني جابه جاب عيط له وين تحس باللي عنده وزن في المنتخب الوطني علاه نقولوا باللي عنده وزن في المنتخب الوطني عنده وزن خاطش له لعب 38 دقيقة بالماضي قال له روح ها تحس باللي عنده وزن كبير عرفتو طاهرات راه يلعبوا من هنا بصح كوب بن عمري عاود يولي يلعب 10 دقائق كل ماتش يلعب 10 دقائق جاما بالماضي عاود يعيط له خاطش ما عندوش مكاش كاين ذاك بوط الطوبه هذا كاين ان شاء الله بربي بالك يكونوا يكون جاما بالماضي يتصل بهم خاطش انا محتاجين لاعبين محتاجين لاعبين بغينا نبغوا بغينا نكرهوا الناس هذيك الحضره تاع لا رانا مجموعه لا ما يخربوش في الجروب هذه تاع بكري هذه تاع ما تخربش في الجروب انا واحد لي دوبار ماني هادو يقول لك لا ما تهدر ما تخربش في الجروب كيفاش اللي ما تخربش في الجروب يبان جو هذا النخبه هذا ماهوش كارطي ولا نادي ولا هذه راهي نخبه وطنيه اللي يقدم المستوى يجي يلعب به يدخل في الخطه نورماله يعني ما خرجتوا علينا وليتوا تهضروا واحد الهضره ما عاد كاع شتيلها تغلطوا في الشعب والشعب يعاير معاكم والشعب كان اللي عاجبته يعاير يا ودي ها راهي وراهي ها راهي وراهي كلش باين دروك اي دروك شنو دير هي اي دروك كاعكم ساكتين ها هضروا هضروا كاع راكم ساكتين دروك تسكتوا تسكتوا تنسوا 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 من بعد تعاودوا لا لازم لنا لعابه لازم لنا تخديمه لازم بصح النهار الاولى ما تهضروهاش خاص كنا نهضروا نقولوا باللي اللي يمد لك في 2019 قادر ما يمدلكش 2020 واللي ما اللي واللي ما مدلكش 2019 قادر يمدلك في 2020 يا تسيبه اي كره عيب سياسه نهضروا روحوا بعيد من بعده في طول ما نتلفوش وما نقلبوش طريق ملتويه ايه هنا بيناتنا اي كوب دي كوما حولوناش كوب دافريك العام الجاي كوب دافريك تلعب 2021 في جونفي دو 12 جونفي كانت غادي تبدا اي برحمه الوالدين قولوا لنا كي كنا غادي نكملوا كي ندخلوا قولوا لنا كي كنا غادي ندخلوا كي لعابه ما يقري رانا نشوفو فيهم يلعبوا في قطر ويماركو كلش تاع المستوى شوف لي المستوى خاطر كون تروح تشوف الكوت ديفوار والسينيغال لعابه تاعها راهم يطيروا سي محمد راهم يطيروا انت عندك زوج في انجليز عندنا زوج في انجليز خطر يلعبوا خطر ما يلعبوش ام عندنا زوج في انجليز خطر يلعبوا خطر ما يلعبوش حلمك عندك زوج في انجليز راه عندك واحد في طليان ادم والناس وغولام وكلش خطر يلعبوا خطر ما يلعبوش شو كيفاش كي تبدا تحسب بصح كي تروح تحسب لي زافريكا تطيبهم في انجليز راهم معمرينها طليان معمرينها الالمان معمرينها اسبانيا معمرينها فرنسا معمرينها ديجا ديجا ذاك تاع الكوت ديفوار في ليون في اللاكسا يلعب تيتيلان وتاعك قاعد في بلاصو شو كي جايه حنا رانا نشوفو هذا ولا نتايا ما تشوف نتوما لا تهضروا في اليوتيوب هاد قارعوا الجواري ماركي ولا جواري يدير سونت ما تبع ما والو وجاي تنبحوا علينا ما توعوش ناس لازم توعيه لازم تعطي لازم تهدر يا ودي لازم منا تبع لي انت يا جوار راح ولا الى لعب راك تهدر عليه ما لعبش تنساوه ماشي كيما هاك
صح كي تبقى تشوف تقصي هذا الجوار تاع من تاع السنغال، هذا الجوار تاع من تاع كوت ديفوار، كوت ديفوار عندها واد اللي كي بيطير. روحوا شوفوا اللعابه اللي عندهم، روحوا يروحوا شوفوا اللعابه اللي عندهم. انا نتمنى ان شاء الله بن عمري نكونوا غالطين، ان شاء الله بربي نكونوا غالطين.